أكتر صراع فاكريه من المرحلة دي؟ هو أكتر صراع يمكن الجامعة، وإني يعني مرة كنت بمتحن، فأنا بروح الامتحانات لما شعري ولابسة لبس الطالبة طالبة ومش باين إن أنا برقص خالص. فعندي واحدة صاحبتي جدا جدا، هي صاحبتي لحد النهاردة، كانت بقى بتعمل ميك اب وتعمل شعرها، بقى راح الامتحانات وبتلبس حلوة قوي. فالمراقب جه قال لي بيقولوا هنا في رقاصة، قلت له اللي قاعدة هناك دي احدى الصراعات، ان انا كنت عايزه اختفي عشان اخلص. عشتي دور زوزو في الجامعه شويه؟ وانا بستلم الكارنيه بجد؟ بيطبلوا لي يا لهوي كانوا بيصفروا لي ويسقفوا لي ويطبلوا لي، وانا داخله اخد الكارنيه وانا اقول لهم سلام عليكم. ما كنتيش بتحسي بالتنمر؟ كنتي بتقبلي الحاجات؟ لا 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 لا، يعني كنت ببقى حاسه ان دمهم خفيف. خلي بالك ان انا واخده الدنيا ابسط من كده بكتير، يعني انا دايما بعذر الناس، يعني برضو صحين الصبح لاقين دينا الرقاصه داخله عليهم تاخد الكارنيه الجامعه، يعني فعادي، فنعذرهم يعني، ناخد نعذرهم لهم العذر طالما دمهم خفيف ومش مزعجين. لا ومش مزعجين.